اهلا بيكم، انا الدكتور وليد مصطفى، استاذ جراحات التجميل. الحقيقه النهارده انا حابب اكلمكم على جراحات التجميل الخاصه بالسمنه. احنا ليه بنعمل جراحات تجميليه خاصه بالسمنه؟ غالبا بيبقى فيه مشكله سمنه موضعيه في اجزاء معينه في الجسم، سواء كان في البطن او في الظهر او في الارداف او في الذراعين. الحقيقه بعض الدهون بنحس انها رخمه جدا وما بتنزلش ابدا باي نوع من انواع الدايت او الاكسرسايز، وبس المشكلة في اللبس وفي ثقة أي المريض أو المريضة بنفسها وإحساسها أنها في الشكل المناسب لها. ساعات برضو بعض الناس اللي بيعملوا عمليات خاصة بالسمنة زي التكميم وتحويل المسار بيحصل لهم فقدان الحقيقة كبير أوي في الوزن، أو نتيجة دايت كويس منتظم جدا، فبيحصل خسسان، وبيعقب الخسسان ده ترهل لأجزاء معينة في الجسم برضو بتدي شكل مش لطيف. الحقيقه ده بتاثيره مش لطيف على المريض او المريضه، وبيحس ان هو مش في الفورمه، ان في عدم تناسق في قوامه وفي شكله، عدم ثقه في نفسه، بيبقى مش مبسوط، وهو حتى لوحده خالص قدام المرايه بيبقاش سعيد ولا مبسوط. من حقه ان هو يحاول يصلح الجزء ده ويحاول يتخلص من اي مشكله بتضايقه، سواء كان دهون متجمعه في اماكن معينه، او ترهل لاجزاء في الجلد في اجزاء من جسمه، وان شاء الله يتخلص منها ويبقى شكله افضل واحسن بفضل جراحه التجميل. اتمنى لكم كل الصحه والسعاده والتوفيق والقوام الرشيد.